عبد الرحمن البجاوي رئيس الغرفة الجهوية بولاية بن زرت القصابين وعضو في المكتب التنفيذي الغرفة الوطنية. شنو أحوال السوق اليوم؟ والله بالنسبة للسوق احنا في بن زرت الليمات بعد رمضان من يعني جرات العادة أنه طهبت الخدمة برشا خاطر العباد في المولية صرفت برشا في رمضان، واليوم في بعد رمضان حتى العيد الكبير يقعدوا يخموا على كبش عيد الكبير، دونك الموفمون تنقص والشيفر دافير ينقص خاطر تو المواطن تو مخه هو الكبش نتاع العيد، ولا يستخايل في كبش بمليون وبمليون ونص ماك تعرف الأسعار قاعدة ترتفع، دونك هابطة شوية هابطة يعني نجم نقول لك أكثر من 50%. وعندنا حاجة أخرى في تو تو جا المشماش مع الشاوري كيلو ب6000 7000، المنزرتية الكل هذه بصفة خاصة لمدينة بنزرت، المنزرتية الكل لازم يشيلوا الشاوري جماعتين هذوما، دونك الخدمة هابطة. فما تصريحات إنه العيد السنة بشوس المليون و200 موجود، هو 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 العمناول والتعمناول فما كباش تباعوا، لكن يعني الكبش اقل شيء يكون 500 ب 600000 اللي يحب يشري كبش 500 ب 600 يلقى، واللي عنده عائله كبيره وعنده امكانيات ماديه، لكن هو الكبش يوصل مليون ومليون و200 عادي جدا. لكن نحكيوا على الطاقه الشرائيه، فما اللي ما يشريش باش يشري معنا زازار شويه الحم، واللي مازال عنده الامكانيات يجي يشري كبش، اما راهو الاسوام مرتفعه. المواطن التونسي وين في هذا الكل؟ المواطن التونسي ولا التراب أكثر من الحفرة، ولات الشهرية ما عادش تناسب المعيشة، ولا تعب تعب المواطن التونسي. احنا الراول هنا اللي ب 5000 الحم ما عاد تجيب شيء، فهمت؟ أنا نحشم كي نمد المواطن 5000 ولا 4000 و6000 الحم، والله العظيم نحشم، أما المواطن تعب. والحم حسيت به ماشي باش يولي كيما نقولوا احنا للبرجوازيه، كيما نقولوا تدخل سوق الحوت شوالي الحم كيما الكروفات. ولا مش، لكن فما حاجه باش نكون صادق معاك، يعني بالنسبه للاسوام نتاع الحم مش يعني باش نعمل دعايه لبنزر، اما مازالوا يعني كيما نقولوا مثلا تو الهبره عندنا ب 30000 30800، ما خلطناش ل 32 ولا 34، مازالت من بنزر ما خلطتش الاسوامات، لكن كان باش يقعد غلاء العلفه والتعب نتاع المربي بيان سور باش تقعد تغلى ما ترجعش الدنيا، وخاصة الدينار باش يزيد يهبط، وتعرف انت احنا نولدوا في العجول من الخارج، نولدوا كل شيء من الخارج، دونك ما تعرفش عليه بزيد تطلع الاسواق، وان شاء الله يا ربي تجي السياحة باهية ويرجعوا يخدموا في الفوسفات، ترجع القوة لتونس الاقتصادية، يرجع الدينار، كان رجع الدينار طلع فردوا شوية، كان مشيت يهبط مانيش ندخل في امور سياسيه، نحكي دينار طلع دينار هبط، قد ما يهبط قد ما نتعبوا جمله، يولي الحم كما نقولوا مريره في 15 يوم مشكله. هو المواطن التونسي ولا الحم من العيد للعيد مش مره في 15 يوم؟ موجود موجود ناس، هو مش من تو موجود ناس من العيد للعيد، انا نعرفها الظاهره هذه موجود، اما المواطن ولا كما نقولوا كان يشري الحم وحط الحم في داره لخشه محترمه، ولا الحم كيما قطعة طروف الكافتاجي يعني، ولا يشريه كيما نقولوا 400 جرام باش يقسطوا مثلا على سبعة من الناس، كان قبل يشري كيلو باش يقسطوا، أو ك شم وريه وخبيه ولا شم ولا كيفاش يقولوا المثل، أما لكن ولا ياخذ طريف مع القضية. قفة الخضرة، أنت كنت تقول لك أنا قفة الخضرة، أنا والله العظيم استغربت، قفة الخضرة المحترمة وليت ب 50 دينار. انا توا كنت قبل ندخل سوق الخضره ب 5000 نحب يقفها، يعني توا 10 سنين تلي 7 سنين 8 تو قفه الخضره، انت كان دخلت قفه الخضره فاو الفلوس والله فاو. معناها توا المواطن التونسي لازمه 100000 بين خضره والحم اكاهو، هذا كان خلط على الغله باش ما نبالغش باش ما نبالغش، ما نقولوش مواطن تونسي يلزمه 100000 خاطر 100000 تولي قضيه محترمه، فهمت؟ احنا نحكيو هو اللي يقصد، فهمني ولا لا؟ اما ال10 وال20 وال30 ما عادش يعملوا شيء للامانه، فهمت؟ والمواطن تو يا خويا تحب الصراحه، يا خويا تو احنا ما دام الاقتصاد نتاعنا تاعب والدينار طايح يلزمنا نتقشفوا، يلزمنا ناكلوا بلاش الحم عادي جدا. فما حاجات يطيبوا بلاش الحم ويزمنا نستحفظوا، ويزمنا في عوض ناكلوا زوج طروف الحم ناكلوا طريف الحم، ويلزم استحفاظ ويلزمنا نرجعوا نخدموا على روايحنا ونعطيوا انتاج في جميع المجالات، يلزمنا نرجعوا نخدموا، يلزم كل مواطن تونسي يخمم انه الدينار طايح شنو هو يجم يعطي انتاج باش يطلع الدينار.
من الفوسفات للقصاب لاي تاجر لاي فلاح. سيرتو جبت على الفلاح، الفلاحه راهو عندنا الارض، لكن الاراضي ماهيش قاعده تخدم 100%. الشباب ماهوش ماشي عندنا، نخرجوا تو محسوب في 100,000 بطال في العام، كان صدقني ربي اللي يخرجوا من القرايه. الناس مش متوجهه للفلاحه، فما حاجات مش متوجهه. لا، هذه الدوله، الدوله لازم تقوم دورها الكبير. هو مش تقوم دورها باش توزع الفلوس، حتى تقري العباد وتفهمها شنو هو اللي يلزمهم يعملوا باش نطلعوا الانتاج. وش تفهم فيا شنو نقول؟ حسب رايك شنو هو السبب الرئيسي في غلاء الاسعار هذا؟ انت تو تحب زيادة. انت تحب تقول لي غلاء الاسعار فينا فينا شيء بالنسبه للحم. اللحم احنا ما عندناش انتاج محلي، احنا من الثمانينات من السبعينات نوفروا اللحوم من الخارج باش نعدلوا بها، وعندنا احنا شويه انتاج واحنا نوفروا للجزائر، قاعدين بطريقه غير شرعيه. تحكي هنا على التهريب. نحكي على التهريب. احنا باش نوليو عندنا انتاج باهي هو انه نوقفوا التهريب 100%، نوقفوا التهريب ونشجعوا الفلاح. يلزم الدوله تنح توا. انا مثلا راينا الخبز يوقف واحد عنده مرسيدس ولا عنده كهرباء ب 500 مليون يهبط يشري 4 باكيت ب 190 فرنك ما تجيش. فما يلزم ندعموا الزوالي باش يشري باكيت، والغني ياخذها ب 2000 فرنك. ونرجعوا الدعم هذاك، ربما جدي نامبورت كوا ما فكره. الدعم يلزم يمشي الفلاح. راهو المربين تو اللي يبيع يسكر كوريه، اللي يبيع يسكر كوريه، راهو مشكله كبيره. نهار اللي المربي ما عادش يربي البقر شنو باش نعملوا لهنا؟ يولي 100,000 كيلو لحم. الدعم تاع الخبز، المليارات تاع الخبز، علاش ما يمشيش للزوالي برك؟ علاش اللي لابس عليه ما يخوش الخبزه بحقها بلاش دعم؟ والزوالي يعطيه بريم كل شهر في شهريته، ويعطيه دعم باش يشري خبزه ب 1000 فرنك ولا ب 1500. الدعم يعني حبيت نقول لك الدوله مش تمشي في دعم في حكايات زايده. وكان الدوله تشجع الفلاح وتعاون الفلاح وتعمل دعم مثلا للعلفه، يولي الفلاح يرجع ينتج. لو كان الدولة تشد الحدود نتاعها وتحترم الحدود نتاعها وما تخليش التهريب هذايا، تولي عنا نحفزوا رواحنا نعملوا شوية إنتاج، يولي يرخص اللحم. تفهم فيا شو نقول لك ولا لا؟ المسؤول هو الدولة. المسؤول أولا في الضعف الأمني على مستوى الحدود اللي هما يخرجوا الواحد، وعلى التوعية وعلى الأفكار نتاع الدعم شنو باش يمشي. الدولة لازمها تحس بالمربي، تحس به وتعرف اللي هو عنده دور كبير ياسر في الإنتاج نتاع العجول. لازم تتلف وتتلف به وتعاونه باش ما يفشلش وباش ما يبطلش.